السلام عليكم، معكم محمد هراك في البلوغ نيميرو 3. اليوم ان شاء الله راح نروح للفيستيفال تاع تيمغاد، مهرجان تيمغاد الدولي اذا سامعين به. اللي ما يعرفوش مهرجان تيمغاد الدولي هو يعني مهرجان دولي زعما تنظم وزاره الثقافه مع ولايه باتنا كل عام في الوقت هذا تاع الصيف، يعني الشهر تاع جوي اوت، في لافي تاع تيمغاد اللي بعيد على باتنا ب 30 كيلومتر. دونك ديسيديت انا وصحابي نروحوا اليوم ان شاء الله ونسيو يعني الحاله ونشوفوا اسكو يعني صاميريت انك تروح لها ولا لا، باسكو جافي لوكازيون نروح له من قبل مي جامي رحت له. يعني جا با بوكو هاد لي تروك يعني، مي اليوم ان شاء الله راح نسيه ونشوفوا اونصومبل كيفاش راح تكون الحاله تما. دونك نشوفكم بعد شويه. الو، معنا الاخ مهداوي عبد الصمد. متشرفين خوتي. الشوفير تاع اليوم. اونشونتي. هذا المهم، هذا صاحبي من السيام، قرا معايا في السيام وكان انسان خباش، مازالو خباش ما شاء الله، يقرا 200 في وهران ما شاء الله. صح 200 ما يكذبش صح. هذا كنا نعيطوا له بكري الاسطوره. شوف تجيب عليهم وين صاحبي خاطيني ما كنت الاسطوره تاع الطيران. المهم رانا نستنى في الجماعة يلحقوا باش نروح. هاي باش اسكو يجي بونس على لحقوا الريطار، يعني الحالة يعني احنا لحقوا الريطار باينة بلي راح لحقوا الريطار، يعني باينة لحقوا الريطار كمان. دونك فانا مندير اكل الدلاع. دوكا راني نستنى في صاحبي عاود يهبط باش نروح نركب اصحابنا الاخرين باش نروح. دونك كثير مو راح نرجع نلحقوا في الوقت، مي بون باسكو نورمالمون هو يدعى 8 والله دوكا واحد سبعون سي فرونس دونك كيما قلت لكم هي بعيدة 35 كيلومتر، دونك مالاش عندنا هكا في الوقت. اي بون ليسونسيال نروحو، هادي راني جيعان بزاف والله راني جيعان. بصح جابو سيري روح ديراكت كثر خير نوفل. اروح تحضر واش قول لهم بلي دخلت معرفه. هذا الاخ نوفل. السلام عليكم. هو اللي دخلنا كثر خير. وين؟ ايه هو الدوله انسان عسكري شبيك تاع الدوله. هذا الدوله اون بيرسون ما شاء الله. السلام عليكم. ايوا دوكا الو كيما قلت لكم بيها اللي جون باش ما يشروش لي بيه، دونك يفالي يعني واحد صاحب اخينا نوفل هو اللي دخلنا. السلام عليكم خالتي، تصرفت بيا صحابي يا بوحه صاحبي لازم تلقى طبعا انسان دولة عسكرية يعني. وهذا صاحبنا بوبا من هي راولاتي كوميك مش تافه راكم شايفوني دولة. المهم راه نستنى هذوك راه ماكاينش مازال ما يبداو حابين يبداو، رانا قاعدين هنا راه ما ولي ولاية باتنا محافظة مهرجان تيمغاد الدولي الثقافي تقدم لكم المهرجان الثقافي الدولي تيمغاد في طبعته 41. جمهورنا الكريم، ربطنا موعد أمس بانطلاق فعاليات مهرجان تيمغاد الثقافي الدولي بطبعته 41، واليوم ثاني ليالينا التي كالعادة عودتنا محافظة المهرجان أن تمتعنا بأجمل طبوع الأغنية الجزائرية داخل وخارج الوطن. السادة الحضور، سعداء جدا بتواجدنا مع إياكم اليوم هنا لكي نشعل الشمعة الثانية من عمر هذه الطبعة، لكي نشهد حفلة غنائية وسهرة مميزة سيزينها وجود ألمع نجوم الأغنية الجزائرية على الركح هنا في مدينة تيمغاد المضيافة هنا في هذه الولاية الشاسعة الصدر. وختام السهرة سيكون مع النجم العالمي الجزائري موكسايب.
نشاط الثقافي الدولي تيمغال بطبعته الحالية والأربعين. والبداية تكون مع زميل صلاح والفنان. إذن بدايتنا ستكون مميزة السادة الحضور، وأول فنان سيعتلي الركح وصاحب أغنية فاطمة يا فاطمة. وبالتالي نقول رحبوا معنا بتصفيقة حارة جدا السادة الحضور بفناننا الرائع الأزهر شلالي. يا الشوية يا الشوية هلا كانك اللي يجيب الشوية عبر ما يحضر كان منها ولا ما كانش أيوة وصيكم ولا لنا sécurité, qu'il y a les ambiances, qu'il y a la police, qu'il y a les gendarmes, pardon, partout. Donc, le point négatif, c'est bien sûr le peuple. Donc, je suis un peu plus jeune. Thank you.
بكل حب وبكل حرارة الفنان نجم الأغنية الاجتماعية الرايوية شمسو فريك لايل.
اوكي انا جيت لهنا باش نزهر اصحابي وحبابي في بيتنا اسكو جيتو بور لا ميم شوز اللي راكم من فوق صافا مرحبا بكم من تحت يستاهل يكون عندكم ما تنساش بيان سور ديروا جامل تبارطاجيوه مع الناس اللي راهم حابين يشوفوا الفيستيفال هذا ولا يجوا ليه دونك جو سي يعني بلي كان طويل اذا وصلت لهذا البوان يعني يعني ميرسي بوكو يعني باسكو على بالي بلي كانوا بزاف لي فيديو يلفالي نخير بيناتهم وان بليس دو سا زربت في المونتاج باسكو بزاف يكونسومي الوقت باسكو يلفالي نشوف لي فيديو كامل ونعاود يعني دونك جافي با الوقت باش ندير لي ترانزيسيون وكدايا ونعاود نفيريفي باسكو بزاف جوست هذا يعني هذا هو الايفور تاعي اللي قدرت عليه بون ان شاء الله في لي بروشين فلوغ ان شاء الله نسي يعني اشاك فوا نسي نحسن اكثر واكثر اذا كان عندي الوقت بيان سور علاش لا المهم هذه هي الله يخليكم والسلام عليكم.